في آخر أسئلته هذا السائل يقول: إنني لا أفقه شيء في أحكام القرآن أو العلوم الشرعية، أي الكتب تدلونني عليها وجزاكم الله خيرا؟ أولا ننصحك بطلب العلم على أهل العلم، طلب العلم على أهل العلم وتلقي العلم من أهله، فإن هذا هو السبيل إلى معرفة العلم الشرعي، أن تتلقاه عن العلماء وطلبة العلم المعروفين به. ولا تخلو الأرض ولله الحمد، ولا يخلو كل بلد في الغالب من وجود عالم فأكثر أو بعض طلبة العلم، فعليك أن تهتم بذلك وأن ترتبط بالعلماء ولو بالسفر إليهم إذا أمكن. وإذا يسر الله لك معلما صالحا فقيها فإنه هو الذي يرشدك إلى الكتب المناسبة والمفيدة. عليك بكتاب الله وقراءة تلاوته وقراءة تفسيره من تفاسير الموثوقة الصحيحة، خصوصا تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله وتفسير الإمام البغوي والتفاسير التي ألفها سلف هذه الأمة وأئمتها. عليك بقراءة الأحاديث الصحيحة وقراءة شروحها كبلوغ المرام مع شرحه سبل السلام، والعدة عمدة الأحكام مع شرحها العدة لابن دقيق العيد، وجامع العلوم والحكم شرح 50 حديثا من جوامع الكلم للإمام ابن رجب، فإن هذه مختصرات مع شروحها تفيدك بإذن الله. وإذا ارتفعت في العلم فعندك شروح الصحيحين وغيرها من الشروح، أيضا كتب الفقه مختصرات ثم المتوسطات ثم المطولات، فقه المذاهب الأربعة فيها الخير الكثير والعلم الغزير. ونوصيك أيضا بالعناية بالنحو ودراسة اللغة العربية، لأن هذا مما يعينك على فهم الكتاب والسنة، وأيضا دراسة الأصول أصول الفقه وعلوم الحديث، لأن هذه أيضا من العلوم التي تعينك على فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونوصيك بعدم التسرع في الأحكام وعدم التسرع إلى الفتوى والتحليل والتحريم إلا بعد أن تتأهل لذلك. وإذا وجد من يكفيك من أهل العلم فإنك تكل الفتوى إليه ولا تتسرع بهذه الأمور، لأن العافية لا يعدلها شيء. نعم، جزاكم الله خيرا.